رحبت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بالتعاون مع الأشقاء في السودان وتبادل التجارب في العديد من الملفات ومن بينها الخبراء بالخارج. قالت نبيلة مكرم خلال استقبالها وزيرة العمل السودانية سعاد الطيب إن تجربة السودان في مجال المغتربين ملهمة. ومن جانبها أكدت وزيرة العمل السودانية حرصها على التعاون مع وزارة الهجرة المصرية، خاصة بعد نجاحها في العديد من الملفات.